أفاد مراسلنا في تونس أن 5 أشخاص لقوا حتفهم في فيضانات اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد، وأشار المراسل إلى أن الفيضانات أدت كذلك إلى خسائر مادية كبيرة في مناطق عدة خاصة القروية. وللمزيد حول هذه الفيضانات معنا من تونس فاتح الفالحي. فاتح، أهلا بك. أهلا بك لينا. فاتح، ما حقيقة ما جرى وما هي المناطق المتضررة بفعل هذه الفيضانات؟ نعم لينا، أمطار طوفانية شملت البارحة نحو 17 ولاية في تونس. أكثر الأضرار سجلت في ولاية القصرين بالوسط الشرقي ونابل وسليانة والكاف في الشمال وأيضا تونس العاصمة. الحصيل إلى حد الآن 5 وفيات تم تزييرها أكدتها وزارة الداخلية واثنين مفقودين، أما الأضرار المادية فكانت جسيمة بعدد من الطرقات والجسور. نحن الآن لينا في مدينة المحمدية التي تقع 20 كيلومتر عن تونس العاصمة، هنالك أضرار جسيمة لحقت عدد من الأحياء، المياه اجتاحت المنازل بالكامل بمنسوب وصل إلى 2 متر، والأهالي بصدد إخراج المياه وتنظيف الأوحاء. رئيس الحكومة منذ الصباح كلف وزراء البيئة والداخلية والنقل والتجهيز بالتنقل إلى الولايات المتضررة للوقوف على مدى مساعدة الأهالي و تقييم الأضرار وانتشار ممكن بعض الذي العالقين إلى حد الآن. هذه الأمطار لنا هي غير مسبوقة في تونس، على الأقل في السنوات الأخيرة الكميات تجاوزت 200 ملم، والبارحة وصلت 195 ملم في نابل، وبالتالي فإن الوضع في بعض الولايات يعني متوتر ومنذر بالخطر، خاصة وأن هذه الأمطار قد تعود خلال الساعات القادمة. نعم لنا مراسلة من تونس فاتح الفالحي، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.